النهارده احنا بنرد ولو جزء بسيط للقيادات بتاعتنا اللي هي موجوده في الشوارع ليل نهار وبتحافظ على البلد وبترجع الامن تاني، لان المخططات كبيره. احنا ربنا نجانا من مخطط ارهابي كبير على مستوى العالم. اوعوا تقولوا ان احنا كنا نحلم ان تقوم ثوره ونشيل رئيس ونحط رئيس، لا. ثوره 25 قامت بيها نخبه من الشباب المحب للبلد، ولكن بعد 3 ايام 4 ايام ركب على الثوره جماعه ارهابيه قبضه فلوس ومخططه لهدم البلد دي. ولكن بقدرات رجالنا اللي هم خير اجناد الارض اللي ذكرهم القران الكريم، ربنا نجانا وادانا رئيس وادانا قيادات قدرت تحافظ على البلد دي، بدليل ان احنا قاعدين النهارده ومجتمعين وبنقول الكلام ده. بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في تضامنه مع القوات المسلحه والشرطه ايام ما كان وزيرا للدفاع في ثوره 30 يونيو واعاده تصحيح المسار من الجماعات المتاسلمه الارهابيه. انا اتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم وضحى بروحه وضحى بوقته وضحى بكيانه ولم يستتر وراء ستار من الداخليه والقوات المسلحه في سبيل حمايه وخدمه مصر. يعني لسنا حاجه واحده، الامن والامان. لابد ان احنا نساعد كل الجهات في الامن والامان. احنا كمتقاعدين عسكريين كنا موجودين لحمايه هذه الارض من الشرطه والتكاليف. احنا اللي قدرنا في بدايه هذه الثوره اللي انتهت او اللي قضت او اللي خلصت، احنا حبسنا مرسي في الاتحاديه وحبسنا مرسي في مجلس الشعب وكنا بنامن الميادين وحافظنا على وزاره الداخليه، كنا قدامها وقدام وزاره الدفاع، وما زلنا عندنا لاخر قطره جاهزين ان احنا نضحي بيها. اخر قطره في دمنا. كل اللي بيعملوه بيزيدنا اصرار، بيزيدنا عناد. وعشان كده بقول دايما للمتقاعدين كلمه بسيطه دايما للمحاربين، بقول منكم اتعلمنا كيف الموت ينحب. باسمكم جميعا ايها الاخوه نؤكد للساده رجال الشرطه في مصرنا الغاليه، نقول لهم ورجال القوات المسلحه اننا نرى بعيون واسعه ما يجري على الساحه، ونرى بعيون واسعه تضحيات رجال الشرطه، ونرى بعيون واسعه تضحيات رجال القوات المسلحه، والاحترام كل الاحترام لكم. انتم عصب مصر، انتم عصب مصر مهما تحدثنا ومهما اشدنا بكم، انتم صمام امان مصر، انتم مستقبل مصر. ما نراه ايها الاخوه في حدودنا جميعا سواء في ليبيا او العراق او سوريا او غيره يؤكد، ولا انا لكم ولا انا للوطن، حبنا الغالي لكم، حبنا الغالي للقوات المسلحه، حبنا الغالي لرجال الشرطه، ونحترمكم فردا فردا. الولاء والقوه ومتانه المبدا اننا ننفذ تعليمات ما نحبه. اذا كنا نحب السيد رئيس الجمهوريه ننفذ ما يقوله. ابن الشرطة وابن الجيش مصري، الشخص اللي بيموت غدري مصري، الجندي اللي بيموت على الحدود مصري، الشرطي اللي بيموت وهو واقف بيحمي البلد سواء على مسلحين بيأمنوا أو على كمين بيفجر فيه، هو مصري. هؤلاء لهم حقوق علينا مثلما أدينا من قبل حقوق أسر شهداء الثورة. شرفتنا يا فندم. سيد العقيد كامل مصطفى مأمور اسم العجوزة. اتفضل معانا يا فندم، اتفضل معانا يا باشا. شهادة تأجيل يا فندم. فين المكان؟ سعادة الرئيس. اتفضل. أنت محمد بن أمين. لا، أنت أصلاً. رفيع. اتفضل يا فندم. محمد بيه. شكرا يا فندم. شرفتونا يا فندم. شرفتونا يا فندم. شرفتونا يا فندم.
السيد المقدم محمد غراب وكيل مباحث امبابة. تفضل. اللي هو الحداد. ماشي.